ذات. فقرتنا دي خلصت للأسف. دلوقتي حابين نتكلم معاكم عن أولى إطلاق أولى ورش عمل مبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان. من الفعاليات اللي حصلت مؤخرا في الملف ده هو زي ما قلت لكم كده إطلاق ورش عمل مبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان، واللي أطلقها المعهد القومي والتنمية المستدامة والزراعة التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية. بصوا يعني هحاول أبسط لكم الموضوع كده. يمكن هدف المبادرة دي زي ما قلت لكم كده من بداية الحلقة هو إعادة التدوير من خلال الفن للحفاظ على البيئة والحفاظ على المناخ. ويمكن احنا في الفترة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة بقينا شايفين مبادرات كتير جدا مهتمة بالبيئة ومهتمة بضرورة الحفاظ على البيئة ومهتمة بعدم استخدام البلاستيك ومهتمة بأن احنا نحافظ على التغيرات المناخية اللي بتحصل دي بشكل كبير. فدي واحدة من الورش اللي مخصصة لكده. يمكن كمان المبادرة دي بتشترك فيها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزارات البيئة والثقافة والمجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة ومجموعة من المؤسسات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص. بالضبط كده، زي ما نورا كانت بتقول ان المبادره دي معموله وليها اهميه كبيره جدا في حياتنا، لان الحفاظ على البيئه مهم جدا. فكره ان احنا بنعيد تدوير البلاستيك اللي ممكن يكون خطر جدا على حياتنا وخطر على البيئه وخطر على الحيوانات، خطر في العموم سواء كان موجود او في ناس ممكن تكون بتحرقه او بتلجا لحرقه، لكن لما بيحصل اعاده تدوير للحاجات دي كمان بفن او بيكون المقيمين على الفكره فنانين تشكيليين مع وزارات زي ما قالت نورا، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة البيئة والثقافة والمجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة ومؤسسات دولية كتير جدا بتهتم فعلا بالملف ده بإعادة التدوير. يمكن المنتجات كمان اللي بتطلع بتبقى مهمة جدا وبتبقى شكلها مختلف وبيبقى فيها لمسة فنية كبيرة جدا. المبادرة أو الفعاليات بتاعت الورشة معمولة من يوم 16 مايو لحد 21 مايو، والمبادرة دي كمان بتساعد في تحقيق التنمية المستدامة اللي احنا دايما كنا بنتكلم عليها الأيام اللي فاتت طول الوقت. ازاي يبقى عندنا طاقة مستدامة وتنمية مستدامة من الحاجات اللي احنا بنعيد تدويرها سواء كان بلاستيك أو ورق أو هدوم احنا ممكن نكون هنرميها ممكن نتبرع بيها لحد تاني يستفيد بيها وحاجات كتير زي كده. بالظبط كده. وطبعا كالعادة كنا موجودين هناك. هنروح نشوف التقرير اللي جاي ونرجع لكم مرة تانية. تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، افتتحت الاحتفالية الرسمية التي ينظمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لإطلاق المرحلة الأولى من ورش العمل التدريبية لمبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان، وذلك لدعم الشباب والمرأة. الحقيقة المبادرة دي خرجت كفكرة من قمة المناخ اللي احنا شاركنا فيه كمؤسسة بمعرض كبير. الحقيقة أنه يعني أنا فنانة تشكيلية بس ذات خبرة تنموية، اشتغلت في التنمية فترة طويلة وبعدين نقلت للفن التشكيلي. لقيت أن احنا لازم أساس مستقبل الفن في مصر، الفن التشكيلي في مصر، هو الشباب، شباب الفنانين الموهوبين. حاجة تانية، احنا بنشتغل على كل أهداف التنمية المستدامة، الأهداف التنموية الألفية في إطار خطة مصر 2030، وبالتالي بنربطها بالفن التشكيلي. في كذا رسالة طالعة من المبادرة عامة، مبادرة الفن المستدام وتمكين الشباب. فاحنا بنتكلم تمكين الشباب اقتصاديا، بنتكلم على ربط الفن كمان بالتنمية المستدامة، فبنتكلم على تمكين الشباب، تمكين المرأة اقتصاديا ومن خلال الفن المستدام. احنا بنستعمل إعادة تدوير أو recycled material في الفن، فدي هو دي يمكن البعد البيئي في المبادرة، استخدام المواد اللي هيتم استخدامها في الورش العملية. هنستضيف السيمبوزيوم ده، لو في أي إنتاج فني هيتعمل من خلال السيمبوزيوم ده هنقدر
نقدر ان احنا نعرضه او ان احنا نشوف اماكن يتحط فيها، يعني بحيث ان هو يتوظف، ما يبقاش بس مجرد اعمال فنيه بتتعمل وبتتحط في معرض ويتقفل عليها. فدي ده التوجه، يعني انا احب ان انا اعمل ده الحقيقه. باذن الله المبادره هتبقى على مجموعه ورش عمل، تمام. كل ورشه هتبقى بتستخدم خامات مختلفه، يبقى ليها فكره جديده. بنحاول في المبادره دي ان احنا نعمل زي ربط كده ما بين كل الحاجات اللي احنا كفنانين بنحتار فيها. فكره ان احنا نقدم فن من مخلفات بتأذي البيئه، دي كانت فكره جميله جدا. المبادرة بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، وذلك برعاية عدد من الوزارات على رأسهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالشراكة مع الأمم المتحدة ومجموعة من المؤسسات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص.